بنسمع جملة دايما وتحذيرات دايما للآباء لأولادهم، يقول لك إيه يا ابني ما تخلصش رصيد الستر اللي عندك. ده كلام جميل جدا. ربنا سبحانه وتعالى من نعمه على الإنسان إنه بيستره. إمتى الستر ده ممكن يهتك عن الإنسان؟ ربنا يعافينا. والعياذ بالله. سيدنا عمر رضي الله عنه أتي له بسارق، فالسارق واقف بين إيدين عمر وهو راجل والي يعني وحاكم وأمير مؤمنين وخليفة وكده، قال والله ما هذه أول مرة. فقال له كذبت، فإن الله لا يهتك ستر عبده من أول معصية. الله، يعني أنت ده قانون رباني، ده قانون رباني عرفه سيدنا عمر كده بالتتبع، ما فيهوش آية ولا حديث، بس هو بالتتبع. الإنسان بيعصي فربنا بيستر عليه، بيعصي فربنا بيستر عليه، فيزداد يعني توغلا في المعصية وقلبه يبرد من ناحيتها. يعني مش بس يزداد توغلا فيها، ده كمان يأمن جانب ربنا سبحانه وتعالى ويبارزه بالمعاصي، وقد يجهر بالمعصية كمان. نعم. ففي هذه الحالة اللي الإنسان فيها يستمرئ الستر من غير ما يشكره ومن غير ما يراعيه وقلبه ما يبقاش حتى مستشعر بيه ويظل يكرر المعصية تلو المعصية، يبقى على خطر إن هو يستنفذ رصيده. يستنفذ رصيده ده هو اللي شال ستره بنفسه دوت اللي جهر بالمعصية، صح؟ نعم. ده لا، الأولاني ما جهرش، الأولاني استمرأ المعصية وأمن جانب الله، أمن مكر الله. الثاني بقى اللي ممكن يستنفذ رصيده من الستر هو اللي بيجهر بالمعصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يفعل العبد بالليل ذنبا فيبيت وقد ستره الله، فيصبح فيقول لقد فعلت البارحة كذا وكذا. فيهتك ستر الله. نعم. يبقى إذن لو واحد ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بذنب يبقى يستر على نفسه. نعم. مفيش داعي إن هو يتفاخر بالذنب. نعم. ويتجاهر بيه، لأن الجهر بالذنب ده بيعمل إلف عند السامعين وعند المشاهدين لهذا الذنب، للذنب ما يحصلش له النفور الكامل والنفور التام. نعم. فده يبقى نوع من أنواع حب إشاعة الفاحشة. نعم. في المجتمع. نعم. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة متوعدين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.